انت عندك هذه مزهبتها صح مريحتها اي تبي نشتغل على هذه احسن نشتغل نخليها بعد هذه إيه. بس ابي نايلون عشان الفها ان شاء الله عشان اوريهم طريقه النايلون هذه اوريدي متى حضرتيها اليوم حضرتها اي بدر ساعدني عشان ترتاح بدر. بس مدة ربع ساعة ساعدني عندنا هذا شوية على آخر الرول بادي يتلصق أيوة. هذا اللي بالنص ما يصير تشقه شقيته يطاقي يطلع يلا قفل خلاص لا نحطها حطها هنا بعد ولا كافي بس كفاية ابتدي عاد لازم يبيلها ان هي ترتاح مع انه ما فيها لا خميرة ولا بس كل عينة لازم ترتاح ايه. كلها كاملة كلها اي زين ترتاح والحلو اللي فيها ان هي تقدر تفرزنها ايه ايه لما تسويها الكبار احتجتها ترجع ايه. لها ترجع لها زين ترتاح بحرارة الغرفة ولا بمكان حار لا الفريزر لا اذا لا تبي. ترتاح بحرارة الغرفة ايه بحرارة ايه. الغرفة ايه. لفها اسحب بدر بس كذي زين بس اوكي ممتاز هي مسكينة بس اقص هذا شالوا من هنا السكينة تعطيها سكينة أحسن يا جماعة لا تعطينها أي أي أو مقص مقص بس ونخليها ترتاح مدة ربع ساعة لازم النايلون ها؟ إيه نايلون أحسن أوكي ارتاحي على جنب الحين شنو بعدين يا ام محمد؟ بتبلش باللي مرتاح خليها شويه بتبلش باللي مرتاح ها؟ اي ها شنو بتسوينه؟ خلاص الحين نرقها عاد هذه اللي مرتاحه عدل؟ هذه اللي مرتاحه ممتاز تبين نرقها؟ نرقها هيك عندنا النايلون النايلون رجعه؟ هذا هذا لا هذا النايلون وين اللي هي كان؟ موجود ماشي ابتدي عاد الحجم اللي انت تبيها اوكي من هالقطاعات أيه. بالله ما عندك في بعضهم ما عندهم اي قطع عندك موجود أيه. تقدر تستعمله لازم اشوف البديل اللي موجود عندي في وين؟ اللي موجود عندي في البيت كلش جلاس ولا؟ جلاس اللي تبيه فنيال اي اي ابتدي يصير الفنيال كذي صغيره حيل اصبر اللي تبيها اي احس اني خلاص صارت لينا بعدين هذا شوي بس اي الحين ارقها يا حليل مره بالطول شفت المرقاقه شلون ترى عندي اصغر منها بعد بعد ممتاز كل ما خليته نسوي ثنتين او ثلاث نوري الناس طريقه وبعدين نقدر ناخذ فاصل ونرجع يقولنا نسوي يعني كميها ان شاء الله خلاص اي اخذ القطاع اللي انا ابيها سواء كانت القطاعه كبيره ولا صغيره خلاص تردها مرة ثانية وأي عندي مثل ما قلت لك أي حشوة أنت تبيها هذه عندي الجبن الحشوة اللي أنت تبيها وابتدي بس صغيرة أسويها أي تجودها من هني وتجودها من هني زين زين سوي بعدين كذي تاخذ الطرف هذه والطرف هذه يعني كأنك تصيرين اسرار اي تصير لك كذي صرت كأنها ورده من فوق اي وبعدين انزلها كذي ايوه ممتاز ممتاز
اوكي في الاثناء على ما نسوي كم واحده نطلع فاصل على اساس نستفيد من الوقت. يلا اوكي ونرجع لكم ان شاء الله. ردينا مشاهدينا من بعد هالفاصل احلى فاصل بحياتي فبس كملت هذه اخليها هني داخل اوكي كملت ام محمد يعطيها العافيه كم واحده من الناس ما مبينين وانا قلت لها بالفاصل اللي مستانس وايد قلت لها بجرب كانت تقول لي جرب قالت لي انا ابيك تجرب اصلا بس عرفت بحته وانت تفرق ايه زين اسرع قلتي. اسرع عافيه بدر عافيه ايه بعدين اقلبها بعدين بالعرض ايه بالعرض لا هي فرها هي بالعرض اوكي كأنك خايف لا ما بيها لانها وايد ضعيفه لما ترتبك راح تخترب منك شوفي ما ابيها تنقطع يعني كذي زينه ولا بعد زينه انت على حجم اللي تبي تقصه على حجم طبعا حجم عندك جرب جرب لحظة شوية جرب بس جرب يلا طاح اوكي هذا زايد انزين يلا يودها بدينك حط شوية كذي كافي بالنص ايوه اوكي اول بالجوانب بعدين ايوه اي وبعدين بالجانب اللي هني عافية عليك شاطر برافو يلا اي برافو وارفع الحين بدينك كذي الحين اضغطها من تحت يلا شاطر الحين من تحت عطها طعجه من تحت ايوه كذي خلها كذي بس والله سهله اي سهله ما فيها شيء انا كنت شاطر شكرا بس يلا بس كملي انت لان انا بطيء على ما سويت واحده اي بطيء اي تعرف بس بطيء يبي لك ممارسه اي زين هذا اكبر واحده سويت انا الجاينت كذي الحين ما اتقى شمال تقول ما اتقى شمال الحين هاي بدل لازم تبروزها ما يبسها الحين ودي بس ننتقل معاي شويه لان شويه مراحل عندي انا لازم اتبع فيها لما نشوف الدياي شلون صار شكله قلب بني بس ما استوى طبعا راح اقلبه قلب كل الدياي لونه بدا يعطي لون بني مشوقر شويه أنا قاعد أطبخ على نار هادية يا جماعة ترى كلش هادية ما نبي نطبخ على نار قوية والدهن هذا راح نطبخ فيه ما نقله إحنا هذا للطبخ بالشكل هذا وراح أسكر مرة ثانية وننطر عليه بعد فترة ثانية ودي أحط ملح زيادة شوي بس خايف من لا 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 اذا حاس انه يبيله حطيت الكافي يبيله صح حطيت الكميه اللي بيها لا حتى لو اسوي روحي ما اشوف بس اشوفك من تحت انت ما يطوف عليك اي لا العينه هم بعد اذا خليتها لثاني يوم تطلع احسن من اليوم اي ترجع احسن اي لثاني يوم برا ولا بالثلاجه؟ لا بالثلاجه طبعا اوكي شوف السرعة شلون؟ إيه. ما تعلمنا. دوري بدري يعني. وكذي تصير وايد تصير كأنها كأنها جوز. ثومة هي. يعني صايرة من فوق شايفة الجوز شلون صاير؟ كأنها كذي مخ أو صايرة وايد. الحين ايضا بس ابي انا ما تضحك مشكله المكان محجوز كامل هني عند محمد لا اقدر ارجع اقدر اي تقدرين مني عشان أقدر. انا ودي اوري بعد هم طريقه تقطيع البطاط وكذي هذا شنو؟ ندني هذا كذي حلو هذا يضايقني الوقت دني دني عنه اوكي يلا
كفايه ولا بعد؟ كافي. راح اخلي بالطول كذي عشان ما يضايق. عندي هني بطاطتين مقشرين هذول البطاطتين بوريكم بس شلون طريقة القص مالها إذا الكاميرا تتم معاي. اوكي ناخذ الطرف هذا. اي انا ما ابي انا ابي البطاطا. أنا بوري القصة يا جماعة. أيوة. الطرف هذا ما نبيه. ليش؟ أنا أبي البطاطا تقعد سيدة. أوكي. وبعدين قد عقلتين أصبع. بس دير بالك بس دير بالك. لا 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 ما قد صبع عقلة ونص نقص البطاطا كذي. حلو. عشان تقعد في المقلة صح ها؟ وبعد نفس الشيء. وهذه أيضاً راح تطبخ في الزيت ما راح تنقلي. مساعد اول مره اشوفك متقيد بقياس بالملي لان هذه شوف هني بعد هم الطرف هذا الثاني ايضا لازم نشيله عشان البطاطا تقعد عدل. نفس الشيء الباجي هذا ما نبيه. ايوه انقص 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 والطرف الثاني بعد ما نبيه ما نبيه. ما شاء الله هذا البطاطا علشان كذي مختار انت بطاطتين جامبو. ايوه اي نفس الشيء راح احط بطاط هني. محمد بنخلي هذه تنقلي بالاخير ها يلا مو مشكله. راح ما يبي لها حتى بالقلاه ما يبي لها يعني يبي لي هني زيت زيتون بعد شويه راهي نفس مساع. اوكي وشب الجوله شابينها وراح انزل البطاط مو لازم انطر الزيت يحمى. راح انزل البطاط كذي الشكل هذا ان شاء الله المقله تكفي بطاطنا. زادت واحده انا برق وانت سوي قلقصتها هذول ما راح ما لهم مكان. استغل وقتي بشيء مفيد على الاقل. الحين المنظر اللي لازم ما تشوفه ام محمد بعد كذي وبعد ايضا نفس الموضوع. خلي يكون بعلمك مع ان البطاطا ترى تمص اللحم تمص الملح. اي تاخذ ملح وايد. اي بس عاد مو كذي وتقوم تحط. لا لا ما قطيت وايد. لا شويه بعد رشينا عليه من الروزماري يبي له زود شويه ونتركه يقلي. بعد راح احوله على نار شوي اقوى عشان يبدا يشتغل ونغطيه. عندي المقطع بعيده شوي نغطيه اول ما يبدا يطبخ راح اغطيه كذي. هذه المرحله الثانيه. الثالثه هم ايضا على ما تشتغل محمد راح اسوي لكم هذا يعني اختياري يمه عيش بال بقشره الليمون ايضا. قشرة الليمون؟ اي هذا قشر الليمون اذا تشوفونه معي. هذه ليمونه كامله بس خدنا القشر مالها مو ثوم. بالمنظر بالكاميرا يبين كنا ثوم هو عطر بشر. ليمون حلو نقطه بالماء هني. هذه ليمونه كامله بس هذا وايد يعني انا اخذت تقريبا الثلثين او النص. راح ارحل على المجهوله العوده. هذا اختياري يم الطبق ما راح يعني هو هذا مع هذا بس انا لما جربته مع العيش ايضا طلع لذيذ وايد. فالحين هذا راح انزل على العيش. خذت يدينك صح؟ دقيقة. انا من الوناسة ابي اشتغل اليوم. راح انزل وما راح اشغل العيش انا راح شو اسوي فيه؟ اشبسه. راح ينشبس بال بالماء ماله. ونملح